بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما شفنا النهاردة في حلقة أحبك ربي، إزاي تقول لربنا أحبك ربي بالحج والعمرة بمشاعر جميلة تبقى بين إيدين ربنا عز وجل في بيته الحرام وفي المسجد النبوي عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنك لا تتميز وإنك أنت تروح كده كواحد من الناس، يا رب يرحمك مع الناس اللي ربنا يرحمهم. بس قلنا حتة مهمة جدا، قلنا دوق غيرك. لو أنت عملت قبل كده حج أو عمرة وعندك قدرة تطلع حج او اعمل عمره وانت في بيتك عن طريق انك تودي حد عمره ما داق ولا يتصور انه ممكن يروح، معهوش فلوس، ما عندوش قدره، ادفع وطلعه هو، وخلي عندك يقين انك هتحس بنفس المشاعر، لان المشاعر الجميله دي في ايد ربنا يديها لك وانت في بيتك او عنده في البيت الحرام. قصه النهارده في فوازير احوال المحبين لحد قال له ربنا احبك ربي بترك الحج والعمره واسعاد الاخرين. هو صاحب قصه النهارده كان رايح حج، واخد معاه فلوس زاده، يعني احنا بنسميه البوكيت ماني، واخد معاه الزاد بتاعه 30,000 درهم يكفوه في المروح والمجي والصرف هناك. وهو ماشي في الطريق مع حد من اصحابه لقى بنت طالعه من بيتها بتفتح سله القمامه وبتطلع فرخه ميته عشان تاكلها من صندوق القمامه. راح قال لها حرام، حرمت عليكم الميته. فقالت له حرمت علينا الميته ايه؟ لقد حلت لنا الميته منذ 3 ايام. احنا ناس عندنا مجاعة وهنموت من الجوع، الميتة بقت حلال لان ربنا قال كده، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. واحد بيموت خلاص مش لاقي ياكل ولا يشرب، فجأة لقى حاجة ميتة ممكن ياكلها عشان تسد رمق جسده علشان ما يموتش. فاحنا من كتر المجاعة اللي عندنا، عندنا الميتة حلال دلوقتي عايزين ناكل. فكر كده بينه وبين نفسه، انا عمال احج سنه ورا سنه، وعلى فكره كان بيحج سنه ويجاهد سنه، وهو كان تاجر كان يحج سنه ويجاهد سنه. فخد قرار صاحب قصه النهارده انه ياخد 500 درهم من ال 30,000 درهم، مش هيديها للبنت، هياخدها هو، وقال هذه تكفينا للعوده، وقام مديها 29,500 درهم، وقال لها عيشوا بيها بقى، الله اعلم تكفيكوا قد ايه، وقال هذه تكفينا للعوده، ورجع ما حجش. وهو على يقين ان اللي كان هيشوفه من طعم الايمان هناك هيشوفه في بيته لانه نجد غيره. مين صاحب القصه دي؟ هل صاحب القصه دي الحسن البصري ولا ابراهيم ابن ادهم ولا عبد الله ابن المبارك؟ مستني اجاباتكم، تقبل الله.